اليوم حنعرف ايش هو الفونغ شوي مع جيسيكا خديدة مستشارة في الفونغ شوي. اهلا وسهلا فيكي، انا سعيدة بوجودك معنا اليوم. انا كمان. يعني علمتيني كم كلمة بالصيني تحت الهواء. فين السلام؟ ني هاو. ني هاو يعني هاي. يعني هاي حياك. ايش من غير من ايش بيشكي؟ عموما انا سعيدة لانه من جد ماني عارفة عن هذا العلم شيء، وابغى اعرفه ايش هو الفونغ شوي ومن فين جت هذه الكلمة. الفونغ شوي هو علم صيني 2000 سنة صار عمره. هو له علاقة بالطاقة، دراسة الطاقة ودراسة المكان والإنسان. معنى الفونغ شوي هي جزء متكون من كلمتين، فونغ شوي. الفونغ عبارة عن الفونغ شوي عبارة عن المي والهواء. ليه المي والهواء؟ لأنه الهواء هي الطاقة اللي ما بتقشعيها بس تتأثري فيها، مثلا بتغيير الفصول، مرات بتحسي أنه حركة الهواء عم تتغير، مرات مش هيك أشخاص بتغيير الفصول بتأثروا يا بيمرضوا، يا في أشخاص بيضلون على زي نفسهم يعني ما بتأثروا بالمناخ، هون بمعنى الهواء. والمي لأنه حركة المي بتعرفي أنه المي وين بتحطيه؟ حيلا شيء بتحطيه على كباية، على شيء معين بياخذ الشكل المعين لهالشيء. نعم. المي فاذا هي حركة فينا نعتبرها دائرية بتاخذ المكان. فعبارة المي والهواء عبارة عن الطاقة اللي نحن ما بنقشعها، اللي متمثلة موجودة بالمكان نحن بنعيش فيه أو نحن بنشتغل فيه. هذه الطاقة بتأثر كثير على شغلنا، على صحتنا. يعني في كثير أشخاص يمكن تسمع كثير هالعبارة، يمكن من أصحابك، من الأشخاص تتعرفي عليهم. في مرات بيقولوا لك بنفوت على محل معين منعصب، بدنا نطلع من هالمحل، ما بنعرف شو السبب. وفي أشخاص بتلاقيهم مبسوطين كثير، بيقدروا يبقوا بهالمكتب 14 ساعة يشتغلوا وبيضلوا نشيطين. فهون جزء فكرة الطاقة هي موجودة بالمكان، والفونغ شوي هي نحن كاختصاصيين مدربين نقشع الطاقة يلي غيرنا ما بينتبه لها، بس يمكن في أشخاص بحسوا فيها وفي أشخاص منهم حساسين كفاية يحسوا إنه في طاقة إيجابية أو طاقة سلبية بهذا المكان. هلا كشغلنا نحن بنبلش اول شيء بدراسه المكان، يعني موقعه، بيئه المكان. مثلا نطلع اذا منزل منفرد، مثلا اذا فيلا، في حالات معينه بنشوف ندرس حوالي الفيلا، تنقول هون في عندنا مثلا فيلا، نطلع حوالي الفيلا مثلا شكل الطريق تنوصل نحن بالسياره، تنوصل على مدخل الفيلا، كيف عم نفوت، لانه بالفونغ شوي كلها عباره عن دراسه حركه الطاقه، حركه الطاقه اللي ما بنقشع، الطاقه اللي عاده اهم شيء نطلع على مدخل الشقه او مدخل الفيلا. تنقول المدخل كثير مهم، مثلا قدام المدخل عندنا اذا كان عندنا عمود اوكي هذا طاقه سلبيه، بالفونغ شوي بنسميه طاقه سلبيه. شو بيصير؟ في عندنا حالات كثير صارت سمعوا مشاكل ماليه بهالحاله بسبب هالطاقه يلي يعني بينت انعكست سلبيا. هلا من ناحيه الهندسه عاده لانه بصير شغلنا بالتعاون مع المهندسين، كمان المهندس كمان بينصحك، يعني في قصص فطريه بالشخص بنحسها. مهندس يمكن بيقول لك ما معقول تحطي عمود بسكر لك الواجهه قدام المدخل البنائي او مدخل الشقه. فهون نحن بالفونغ شوي بنشرحها كطاقه سلبيه. هلا مرات كثير كمان نطلع بوج يعني البيت. حلو، يعني ممكن من هذا الموضوع يستعينوا فيك هندسه هو هيك عم بيصير مهندسين الديكور مهندسين هيك عم بيصير الشغل، عم بيصير التعاون سوا. فكثير لانه صار يلاحظوا الاشخاص شوي شوي المهندسين انه في كثير اشخاص عم بيتاثروا بنوعيه الطاقه. مثلا حاعطيكي مثل، كان عندي شخص عم نعمل له دراسه لبيته، طلع كل يوم وضل على 6 أشهر مريض، يطلع من تخته يوعى بنص الليل مش منتبه على حاله، تلاقيه ثاني نهار واعي بالصالون ما ينام بالاوضه. ما يعرف شو السبب، عنده قلق كثير قوي. هلا صحيا نعمل له الفحوصات اللازمه ما بين شيء، بس بدراسه الفنك شوي شفنا انه موقع اوضته مش مناسبه، هو بموقع سلبي لإله. فالدراسه كيف بتصير؟ ندرس على كل واحد في نحن بنسميه هون، اذا نطلع على التشات هون جوا نمبر بنسميه، الجوا نمبر هيدي بنحللها. اول شيء بناخذ كمعلومات من الشخص، بناخذ تاريخ ميلاده، صنفوا السنين لكل واحد ارقام معينين من رقم 1 لرقم 9، كل رقم له اتجاهاته الايجابيه والسلبيه. مثلا هون اذا بتطلعي في عنا المواقع بالابيض، هن المواقع هن ذاتهم نحن بنرسمهم على خريطه البيت.
ونشوف وين المواقع الإيجابية. كل واحد في عنا 4 طاقات إيجابية، كل واحدة بتأثر للصحة، واحدة للشغل، واحدة للعلاقات الاجتماعية. هي فعلا أنا مثلا يمكن دحين عرفت حاجة جدا مهمة. صح. أنا غيرت من بيت لبيت اليوم، كل من بعد ما غيرت كل الناس يقولوا لي وشك مرتاح، شكلك صحية. صح. تغيرت نفسيتي بشكل جدا كبير، يعني أنا ما كنت أعرف، بس دحين من كلامك بدأت أعرف الموضوع. في مثل عربي منقوله عتبة البيت. صحيح. كانوا من زمان العرب عندهم إياها الفطرة، يعني كنت تلاحظي أيام حتى بالصحراء كانوا يوجهوا اتجاه الخيام بطريقة معينة حسب حركة الريح. يعني في قصص موجودة دائما. إحنا السباقين، إحنا العرب دائما نقول هذه كلها علوم قديمة. هم طوروها أو يمكن أتعمقوا فيها أكثر، لكن هذه كلها علومنا إحنا. طيب يعني بزيادة عن اللي شرحتي لي، هو مثلا كمان أكيد في سيارة، أكيد مثلا الواحد يرتاح فيها غير سيارة، ولا بس هي في شكل البيت؟ هي بس المكان. لأنه الفرن بالفنك شوي حسب قوانين الطبيعة عنا 5 عناصر. الفرن هو عنصر ناري. نعم. إذا بيقولوا لك سني، إذا حطيتي عنصر ناري بوسط المطبخ، كوني أكيدة إذا هل ببيت هالمنزل كان في ولاد بدهم يضلهم يمرضوا. وصارت يعني في ست فتلة عندها، أول شيء كانت عم توصف لي كيف كانوا عم بيمرضوا على طول أولادها، قلت لها شفنا أول شيء المطبخ كان بوسط الفرن، محطوط بوسط بس المطبخ. كمان قاعدين نشوف هنا على الشاشة الوجوه، فأبغاك تشرحي لي عنهم كمان. هالوجوه هذا علم صيني كمان اسمه ميان شيان اسمه، أو إذا ما نقوله تشخيص الوجوه فينا نسمي نحن فيس ريدينج. عبارة عن 5 عناصر. هن مبدأ الخمس عناصر عنا بالقوانين الطبيعة، عنا عنصر الناري فاير إليمنت، عنا الووتر إليمنت عنصر المائي، وعنا العنصر الخشبي الود، عنصر المعدني متل، وعنا الخامس عنصر عنصر الأرضي. هو ذاته إذا بدك هذه الفلسفة هي ذاتها منطبقة بالفنك شوي، ونفسها منطبقة لتشخيص الوجوه. هي كتير بتساعد شركات ليوصفوا الأشخاص المناسبين للمهن، وفي بتساعد كثير اشخاص يفهموا حالهم، يفهموا شخصيتهم وطبعهم، يقدروا يتفقوا معهم. لها علاقه بالابراج؟ لا مش بالابراج، ما لها علاقه. هن صنفوا الصينيه 5 عناصر، لانه هو بالبدايه فانك شوي بلش كطب صيني. نعم. 5 عناصر هي ذاتها بالوجوه بنشوفها. مثلا عنصر الناري له شكل معين للوجه، اذا لاحظتي شكله شوي مستطيل للشخص. هو العنصر الناري مفروض الشخص يشتغل كتير بالإعلام، يعني هو شخص بينجح كإعلامي، شخص اللي عنده وجهه عنصر ناري. العنصر الخشبي هو الأشخاص بتلاحظي وجههم كتير ضعيف وطويل. بتلاحظي هون كتير في ضعف بوجههم. هن أشخاص خلقوا ليكونوا حكمة، بيبرعوا بعلم الطب، بيبرعوا كأساتذة. أنا أي عنصر؟ رح أقول لك. أنت بين 2 عنصرين، عنصر المعدني اللي أنت جزء منه. العنصر المعدني هو الوجه شوي مستدير، يعني عندك هيك الدائرة هون، عندك يا حنكك هون دائر، وهون عندك دائر كمان شكل دائر. هو عنصر المعدني. عنصر المعدني هن أشخاص بحبوا كتير بالحياة يكون في، ما يكون في ظلم بالحياة، يعني بيبرعوا بالقصص إدارة الأعمال. يا غدا يعني حرفتيني. لكن انا ايش اللي خلاني اربط ما بينه وبين الابراج؟ لانه فيها عناصر زي الهواء، زي النار، زي التراب، عشان كده انا ربطتها. هل بيكون شبيه لها بس مش نفسها؟ شبيه. في عنا في علم ثاني، انا كباب نسق بين هالثلاث علوم، في علم ثاني اسمه بادزي. بادزي هو كمان جزء اذا بدك الابراج الصينيه اللي نحن بنقريهم بالمجلات، هو 12% من هالدراسه اخذين منها. بس بادزي كتير متطورة، يعني كتير بتحلل شخصية الشخص وحتى بتقول له توقعات. يعني يمكن اليوم ما قدرنا نتكلم عن كل شيء بالفونغ شوي، بس أنا واثقة أن كل المشاهدين حيتحمسوا أنهم يرجعوا يشوفوك ويرجعوا يتابعوا كل شيء جديدك، وإن شاء الله إحنا كمان حنشوفك في حلقات مقبلة عشان نتكلم عن كتير أشياء ما قدرنا اليوم نتكلم عنها. كل الشكر لك ولوجودك معنا اليوم جيسيكا خديدة، مستشارة الفونغ شوي. كانت هذه هي حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. تحية طيبة مني أنا غادة، وأقول لكم في أمان الله. لأي استفسار، سؤال أو اقتراح راسلونا على العنوان التالي: تلفزيون الآن، صندوق بريد 500765، مدينة دبي للإعلام، دبي الإمارات، أو عبر إيميل البرنامج.